اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم بيض به وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير.